اعمل لك ايه بس يا نعمه؟ ما انت اللي حلوه وزي القمر وبتخلينا اتشاقه. ما قلتليش عملت ايه مع مختار؟ طلب مهله ستي عشان يقنع اخواته، ربنا يستر. نديم انا في عرضك، اوعى تلغي العمليه دي. لو ليه يا نعمه، لو العمليه دي نجحت هتعملي ايه بفلوسك؟ يا خراشي، ده انا هعمل حاجات كتير قوي. وانت؟ انا هعمل حاجات اكتر. لا، لو عاوزني في الحلال نتجوز. امال هتفضل داخل خارج عليا كده من غير صفه؟ وحنان صاحبتي لكن رضا الرب اهم من رضا العبد. ايوه نعمه، بس يعني انا ما كنتش عامل حسابي على جواز. ليه يا اخويا؟ وانا مشبهش ولا مشبهش؟ ولا يمكن حنان احسن مني؟ بالعكس، ده انتي قشطة القشط يا نعمة. بس يعني انا ما كانش في ترتيبي ان ابقى متجوز اتنين. هو الجواز بالترتيب ده اسمه ونصيب. وبعدين لو مش عاوز، انا حلوة والف من يتمناني. انت تعجب الباشا يا باشا. ماشي ماشي يا نعمة، اول ما العملية تتم على خير ونقبض الفلوس نكتب الكتاب. اهو كده تعجبني. بصي بقى يا حبيبتي، احنا نحط فلوسي على فلوسك ونعمل شركة سوا. لا يا حبيبي، فلوسي في حضني، مالكش دعوة بحاجتي. يا نعمة، هتحطيهم تحت البلاطة ولا ايه؟ حاجة زي كده عايزني انا؟ فلوسي لا. الشهادة دي اقل حاجة ممكن اقدمها لضابط مجتهد وامين زيك يا اشرف. الف شكر. لا شكر على واجب يا فندم. ايه مالك؟ شكلك مش فرحان. بالعكس يا فندم، انا فرحان جدا، بس ابني تعبان شوية. خير؟ عنده ايه؟ قلبه تعبان ومحتاج زرع قلب. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ووصلته في العلاج لحد فين؟ هي الحالة بتسوق يوم عن يوم، وزرع القلب ده تقريبا هيكلف اكتر من 1,000,000 جنيه، وبصراحة انا معيش المبلغ ده. سبحان الله، نفس المبلغ اللي انت محتاجه هو اللي انت رفضته. يمكن يكون اختبار من ربنا يا فندم عشان يمتحني، بس انا لا يمكن اعالج ابني بفلوس حرام. انت راجل شهم يا اشرف، واللي زيك قليلين اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. وانا اوعدك ان اقدم طلب للسيد وزير الداخليه ان يوافق ان ابنك يتعالج على نفقه الوزاره. بجد يا فندم ده ممكن؟ دي اقل حاجه نقدمها راجل محترم زيك يا اشرف. انما ايه المفاجاه الحلوه دي؟ كنت معديه من جنبك، قلت اطلع اطمن عليك واشوفك عامله ايه. والله فيك الخير. المهم اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. ده الاستاذ نديم جوزك. الو، اهلا يا استاذ نديم. لا نمت ده ايه؟ ده انا عندي زياره. مش هتصدق مين عندي. مراتك حنان. طب ما تعدي علينا، ده انا حتى بقالي فتره ما شفتك. هاتيها هاتيها هاتيها. الو، اي حبيبي انت فين؟ طب ما تعدي علينا ونروح سوا. طب يا نديم اوكي، باي حبيبي. اسكتي، مش الحكايه اتنيلت على الاخر يا اختي يا حنان. حكايه ايه؟ حكايه المرحوم. مش الورثه وقعوا في بعض وما بقيناش عارفين ولا نستلم البضاعه ولا نسلمها. بس الاستاذ نديم جوز حضرتك واقف معايا وقفه راجل، اخ لاخته. ما هو ليه مصلحه هو كمان. مش بس عشان كده، بس هو انسان كويس، ربنا يخليكوا لبعض. امين يا حبيبتي. امين يا رب. هدى هدى، عمر هيتعالج. عمر هيتعالج. هيتعالج ازاي؟ الوزاره وعدت انها هتعالجه على نفقه الدوله. بجد يا اشرف؟ بجد يا حبيبتي، قلت لك ربنا مش هيسيبني ابدا. لا انا مش مصدقه. ما تقلقيش، شفتي هيخف ويبقى كويس. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الف الف مبروك، ربنا يتم وشفاه على خير وسلام يا رب. اهو كده نسمع خبر حلو يفرحنا. الحمد لله ربنا كريم. عشان تعرفوا يا ولاد ان الفلوس مش كل حاجه، الستر والصحه والبركه اهم من اي حاجه في الدنيا. مين اللي ما عندوش احساس وبيزغرط دلوقتي؟ الموضوع اصله يستاهل يا مختار. خير يا امي؟ عمر ابن اشرف هيتعالج على نفقه الدوله. بجد والله ده خبر هايل.
مبروك يا مبروك يا اشرف، مبروك يا هدى، روح ويرجع لنا سالم غانم ان شاء الله. السلام عليكم. مختار رايح فين؟ عندي ميعاد مهم ولازم الحقه. ميعاد مع مين؟ كريم، هو تحقيق ولا ايه؟ اوعى تكون لسه بتفكر في العمليه اياها. ومن ناحيه بفكر، فانا بفكر انما اعمل ايه، ما باليد حيله بقى، ما طالما انت قلتي لا وكلهم قالوا لا كلمتك تمشي على راسي طبعا. ربنا يسترها معاك واسترها معاكوا كلكوا يا رب. أوه. يا دي الموبايلات اللي خوت الدماغي. ايه طقم الموبايلات دي كلها يا معلم شكيب؟ هنعمل ايه بس يا عم نديم؟ هي دي خيوط العنكبوت اللي بتوصلني في صبياني في كل حته. طب والله ما انا راضي. شوف يا معلم شكيب، علشان ما اعطلكش وضيع وقتك. اتفضل. شو احنا هتوصل اخر الشهر، المكان من الوقت اللي هنحدده تستنانا فيه بعربيه الفلوس. معقوله برضو؟ معقوله يا عم نديم هتستلم 100 مليون جنيه كاش في الشارع؟ ده كان شرطنا الوحيد يا معلم شكيب، الفلوس كاش، تاخد حقك وتدينا حقنا. انتوا قلم عجيبه قوي. اجيب لكم منين في ظرف 15 يوم 100 مليون كاش؟ خلاص بلاش، خليهم دولار عشان يبقى حجمهم اقل. وكمان بالدولار؟ اجيب لك منين يا عم نديم العمله الصعبه دي كلها؟ انت فاكرني ايه، البنك المركزي؟ لا 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 لا، البنك المركزي ولا حاجه يا معلم شكيب. شوف لو مش عايز في غيرك يشيل. غيري ده مين بس؟ ان شاء الله. اذا كنت انا الوحيد اللي بورد لمصر المحروسه بمحافظاتها كلها. ما تاخذنيش يا معلم، في محافظه انت نسيتها. محافظه ايه دي بقى؟ ان شاء الله ده حتى حلوان و6 اكتوبر وكمان الاقصر ضمتهم للليسته. ليبيا. ليبيا؟ اه ليبيا. ليبيا يا معلم شكيب، ابو عابد جاهز وهيموت على البضاعه وهيدفع اكتر. معقوله برضه يا سنادين؟ هتجيب البضاعه مصر وبعدين توديها ليبيا؟ انا ايه اللي هيخليني ادخلها واخرجها؟ شوف يا معلم شكيب، احنا لو ما اتفقناش الشحنه دي هتطلع على ليبيا على طول. اخص، امال تبقى فين الوطنيه؟ شجع بلدك وهاتها على مصر. خلاص خلاص يا معلم شكيب، كاشك يبقى جاهز اخر الشهر. عيب عليك يا عم نديم، يعني احنا هنطلع اقل من ابو عابد؟ ده انا بقول لك احنا اصلا اللي معلمينه الشغلانه. تحيا مصر. هو ده الكلام يا حبيبي. خير يا دكتور؟ للاسف يا مدام سماح، السونار والتحاليل اللي احنا عملناها بتؤكد ان صعب انك تحملي. صعب ليه؟ شوف يا ستي، انت عندك انسداد في الانابيب وعندك تكيسات على الموبايل. يا لهوي، يعني مش هخلف؟ في الوقت الحالي صعب، انما بالعلاج كل شيء ممكن. والعلاج ده هياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ شوف يا ستي، ده حسب استجابه الجسم، في بعض الناس استجابتهم سريعه ممكن خلال سنه. سنه؟ ولو استجابه بطيئه ممكن تاخد 5 سنين. خمسه؟ يا ستي خلي املك في ربنا كبير.